الأب محمد وزوجته فاطمة، حيث رزقهم الله بخمسة أبناء، ثلاثة منهم يعانون من مرض نادر يصيب الجلد ويسد المسامات، فيصبحون غير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية. فارتفاع درجات الحرارة يزيد من معاناتهم، ويجعل من وجدي ذاك الطفل ذو الأربع سنوات حزينا متألما متوجعا، لا تفارق الدموع عينيه ولا يفارق هو المياه الباردة، كحال إخوته أحمد والرياح. تحكي الأم معاناة فلذات كبدها، وتحاول أحيانا تخفيف أوجاعهم دون جدوى. من لهم غير الله في معاناتهم هذه؟ فلم يبقى بابا إلا وقد طرقوه، ولم يجدوا حلا بعد أن كثرت مصائبهم واشتد امتحانهم. لا يسألون الناس إلحافا، لكن يسألون من أهل الخير أن يعينوهم ويشدوا من أزرهم، فرحمة ربي وسعت كل شيء. أكبر لي ولد اسمه أحمد، عمره 11 سنة. أثناء ما حملت وتميت وولدت طلع بسخانة شديدة، يقعد يبكي بكى شديد. أثناء ما بل البشكير ينوفي وبرتاح، يلا بس شغالة مستمرة كده لحد ما كبر، ليل ونهار أنا شغالة معاه كده لحد ما كبر، والحمد لله. برضه حتى سخانة نفس الشيء لحد ما كبر، عمره سبقى 6 سنة، ليل ونهار شغالة عايش تعبانة معاهم كده، وما حاطلع لو عندي مشوار احتزم الناس المشوار المعشرة ما قولون الله. طبعا أنا عندي كده كده أطفال ما بقدر أفوت أخليهم برا، ما في زبعهم طبعا، يا هو إلا أنا وأبوهم نقوم بفوت الشغل، يعني أنا قاعدة معاهم، يا هو برضو ويدي ده عمره 4 سنة برضو نفس الحالة، عندي ياسر والضو وفايغة وفتحي دي طبعا ما زي يوم ديل، عندهم منسمات بيعرق ويش، لكن ديل ما عندهم عرق، جسم بسخن على الطبيعة كده. طبعا عرضنا على دكتور بكر أحمد الأقرع في الخرطوم، أحمد دقم عملوا عملية في كراعه وداه برا زرعوه، طبعا قالوا دي خلقة ربانية، لكن أتمنى يراعون يعملوا لهم بيت مكيف، يكون مكيفات بتلاجة ومروحة ومكيف، ويكونوا عايشين في الجو الطبيعي كده، ده علاجه. طبعا نحس ساكنين فيه وده ما حقنا والله، وطى حجازة بس حيزنا وقاعدين فيها من الليل ده والله، بالذات لما نكون جو الخريف ده كده تكون جاي مطر، هنا الوطن سخن شديد، نوم ما بنوم والله، بسهر لحد الصباح، شغالة بس الحفاظة جنبي مليانة أشيل وأرش لحد ما الوضع تصبح. وعندي قبل جاي في ظهر أحمد ده طبعا عمره 4 شهور برضه نفس الحالة كده، يا هالسخانة دي وهنا لحد ما توفى ربنا يرحم ويغفر له. أترجى من الناس أهل الخير وكتر خيركم وديكم العافية، بارك الله فيكم وجايتكم دون شربيكم والله، جزاكم عند الله خير. أنا محمد ابن الأطفال ما بيعرقوا، ما عندهم نسمات، يعاني من 3 أطفال يعاني من المرض، احنا نرشهم في الموية ليلا ونهارا من المرض. أتمنى من الله من الخيرين أن يساعدونا لهذا الأطفالنا. أنا ما عندي شغل، شغلي تعبان وعيان برضو، ما فيش عندي التهاب مزمن، ما نقدر في الشغل، في نتعب شديد، تعب شديد يعني في شغل حار ما نقدره، بتألم يعني ألم شديد خلاص، يعني صار هي صعبة شديد بتأثر معي. أتمنى من الخيرين أن يساعدونا أطفالنا. تابعنا مشاهدينا الكرام حالة الأطفال اللي بيعانون من مرض انسداد المسام، ويعني أمر كان محزن جدا. يعني إحنا شفنا محمد هو قاعد في طشط
وصاب بالماء البارد وهو بحاول يمسح به وجسمه يا عزيزة. طبعا فقرة فعل الخير زي ما قالت منى إننا بنلامس القلوب الرحيمة وبنمد يعني أيادينا وإن شاء الله صوتنا نحن من خلال حقل البرتقال وشاشة الحرية والجمال يوصل. إحنا حنذكر أرقام الهواتف 0125 سوداني 55 44 44 وزين 09129 64 165. نعم بنكرر يا عزيزة مرة ثانية الأرقام 0125 55 44 44 ده رقم سوداني وزين كمان 09129 64 165. إن شاء الله يعني أياد الخير تكون ممدودة يعني زي ما شايفين لهؤلاء الأطفال. وفي واحد يتوفى كمان يا عزيزة من فرط السخانة الشديدة ومن فرط الألم في جسمه. المرض طبعا شكله يعني مرض وراثي لأنه لما نصيب يعني المرض أكثر من طفلين في العائلة يعني بيرجع المناعة للوراثة. يعني ما تخيل لي بيكون عنده علاج لأنه هو ما عنده مسام أصلا. يعني الحاجة الوحيدة اللي هم بيطلبوها هم عايزين جو بارد توفير مكيف، لازم أيوة. يكونوا قاعدين في مكيف 24 ساعة وقاعدين في الموية لازم تكون طوال يعني متوفرة. وعشان كده وزي ما ذكرت والدة الأطفال إنه هم ما عندهم حتى البيت اللي هم قاعدين فيه ده فما حقهم. لو يعني شايفين نفسهم هم يعني 24 ساعة يعني الأطفال ديل قاعدين في التشغيل. قالوا عمره 4 سنوات ده يعني حتى قالت إنه طوالي بيبكي يعني متأثر يعني نفسيا ما يعني تخيلية حيقدروا يمشوا المدرسة. وطبعا بالليل طبعا 8 ساعات بتاعت النوم ويمكن عند الأطفال بتزيد ساعات النوم. إنه يعني حتى الوالدة ما بتنوم أمهم عشان قالت بترشهم يعني هي بتكون مبتنم للصباح أثناء ما هم نايمين هي بترشهم في الموية لأنه ما في مسام. المسام هي طبعا مسؤولة عن ترطيب الجسم يعني لما ما ترطب الجسم معناه البديل حيكون الموية يعني. نعم ويعني والله يعني المنظر صعب شويه والمنظر يعني انه يعني اطفال يكونوا في حاله بتاعت انهم دائما هم بيهرشوا في جسمهم او بيحاولوا يبردوا جسمهم من السخانه. وزي ما قال الوالد انه هو حتى احنا معروف انه في السودان الجو بتاعنا في فصل الصيف سخن جدا وحتى في فصل الخريف برضه بيكون في سخانه وبتكتر الأوبئة أو بتنتشر الأوبئة. يعني واحد من الأطفال ديل إذا جاته أقل وباء مثلا من أسي الخريف وكده إضافة للمرض اللي هو حامله في جسمه بيكون موقفه صعب جدا وبيكون حياته صعبة ومؤسفة. نحن حنذكر يا منى بأرقام الهواتف مرة أخرى وأفتكر إنه بتكون اتكتبت على الشاشة لكن للتذكير سوداني 0125 55 44 44 وزين 0929 64 165. نعم احنا كده وصلنا لختام هذه الفقره من فعل الخير. عندنا شو تاني يا عزيزه؟